مرحبا بضيفتنا دكتورة والباحثة في مجال التغذية معنا مباشرة من الرباط أسماء زريول. صباح الخير أسماء. صباح النور حليمة. صباح النور جميع. صباح النور عليك أسماء، وشر مبروكة، دخل عليك إن شاء الله بصحة والعافية. أهلين وعليك باش ما تمنيش إن شاء الله نتي المستمعين الطاقم والجميع ان شاء الله. بغينا الصحه والعافيه وبغينا ندوزو رمضان بخير وعلى خير، نخرجوا باقل خسائر ان شاء الله، ممكن غير ربح ان شاء الله مع رمضان. ان شاء الله. داكشي علاش خصصنا هذا الاسبوع هذا رمضان نتكلموا على التغذيه، نتكلموا على صحتنا وعافيتنا خلال هذا الشهر الكريم. وحقيقه يعني بغينا نهيئوا الجسم ديالنا، لان كتعرفي في رمضان تيكثروا الشهيوات، الاضطرابات ديال النوم، النمط ديال العيش ديالنا كله يعني تيتغير، فاكيد حتى الجسم ديالنا تيمشي مع هذا الريتم الا بغينا نقولوا مع هذا الايقاع ديال رمضان. فنهيئوا الجسم ديالنا لصيام صحي اسماء. نعم اكيد نهيئوا الجسم ديالنا لصيام صحي كيقتضي مجموعه من يعني الاجراءات البسيطه، خصوصا قبل الاسبوع. دابا بقى تقريبا اسبوع او 10 ايام ان شاء الله. نعم ان شاء الله. فكاين مجموعه من الاجراءات اللي لازم اننا نتخذوها باش يكون صيام مريح. الاجراءات كتتعلق بعاداتنا الغذائيه. نعم. اولها على سبيل المثال هو الناس اللي كيكون عندهم يعني كيستهل كل المنبهات، الشاي والقهوة وغيرها، فمن الأفضل من الآن من اليوم يحاولوا ينقصوا في عدد مثلا الكؤوس اللي كياخذوا أو للكمية تدريجيا، باش كيوصلوا الوقت ديال الصيام رمضان كما كيجيهمش بعض الحالات بحال الم الراس في الايام الاولى. هذوك الحرق بالراس اللي تيجي كيكون ناتج احيانا وعلى اننا كنتعودوا نستهلكوا المنبهات. يعني نبداو نحاولوا تدريجيا نخفوا من الجرعه، مثلا الناس اللي مولفين تيشربوا الصباح القهوه بحالي مثلا نحاولوا اننا عوض مثلا ما ناخذوا جوج كيسان ديال القهوه مثلا في النهار، نحاولوا ناخذوا واحد، اولا مثلا نخفوا حتى النسبه ديال الكافيين في الكوب ديال القهوه، فعاود ما ناخذوها قاصحه ناخذوها خفيفه مثلا. تماما هذا مثال. دابا كل واحد غيشوف قياس راسه. تماما. يعني مهم انه ملي يقرب رمضان يلقانا بواحد الكميه اللي هي قليله. الناس اللي مثلا مازال باغيين يشربوا المنبهات يقدروا مثلا يشربوها في السحور. نعم. واخا يشربوها في السحور، واخا حنا ما كنحبدوش هادشي، لان الشاي والقهوة بما انه في ديوريتيك يعني كيخلي الماء يخرج من الجسم ديالنا، فاحنا كنفضلوا اننا ناخذوا شي حاجة اللي غتعطينا وتحافظ لنا على الماء، ماشي تحيد من الجسم ديالنا الماء. نعم صح. فهذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أن في إطار حتى التجهيزات لشهر رمضان لازم أننا أيضا نبداو نحاولوا أننا نجيبوا ولا نحضروا أغذية اللي هي صحية. يكون عندنا، فما يمكنش أنا موجد الرغايف وموجد البطبوط وموجد مثلا خصوصا الشباكية والسفوف دايروا بطريقة غير صحية وأنا غادي ناكل بطريقة صحية في رمضان، ما يمكنش. واخا فعاود حنايا ما نقلبوا على الشباكية ولا السفوف، نديروا السفوف مثلا نقدر نديروا بطريقة صحية. أييه. واخا باش يمكن لي نستهلكوا، لأنه هو من التراث المغربي ديالنا وبغينا نحافظوا عليه باش نقدر نستهلكوا في رمضان. الطريقة الصحية ديال السفوف كتختلف من شخص لآخر. كل واحد وشنو الطريقه الصحيه اللي غتصلح ليه. كاين اللي غادي نقولوا له بيان سيغ ما غاديرش السكر، كاين اللي غنقولوا له حيد واحد المكون من المكونات عوضه بمكون اخر، فعلى حسب كل شخص فتقريبا الطريقه اللي غادي تصلح له. من جهه اخرى عاوتاني عندنا الا بغينا نحضروا لشهر رمضان ايضا خصنا نحضروا حتى الخضر والفواكه. نعم. خصوصا الخضار يكونوا حاضرين لنا بشكل يومي في المنزل، لانه الا ما جبناهمش ما فكرناش فيهم. وعاده باننا ما كنفكروش اننا نجيبوا الخضار في شهر رمضان، اخر حاجه كنفكروا فيها. لا، احسن نفكروا فيها باش تكون في المنزل باش
تكون قدامنا وناكلهم نستهلكوها. نعم. وتا الا فكرنا في الخضره تنفكروا فيها غير باش نعمروا بها لي كيش. فحين ان الخضار بطبيعه الحال خاصنا ناكلوها بطريقه صحيحه، ما فيها باس نديروا لي كيش، نديروا يعني الحويجات اللي حنا تنتشهوها بطريقه اللي هي صحيه، ولكن في نفس الوقت كما قلتي نحافظوا على هذا النمط هذا ديال الخضر والفواكه يكون حاضر. كنظن غتكوني متفقه معايا اسماء بان كذلك تيخصنا نبداو بتقليل وجبات الطعام باش الجسم ديالنا يعني يعتاد على واحد واحد السعرات الحراريه كتكون قليله. شوفي هو الافضل 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 باش نكونوا مرتاحين هما الناس اللي متعود انها تصوم في يعني في الايام الاخرى من غير رمضان. مثلا اللي كيكون كيصوم مثلا ايام الاثنين والخميس كيصوم ايام ما تيسر، هذاك ما كيجيش صيام صعيب، ماشي بحال اللي قلت العام كامل ما نطرش حتى كيجي رمضان. يعني الاحسن من اننا نقللوا الوجبات نحن نصوموا، نحاولوا نبداو نصوموا الايام، دابا بقات غير 10 ايام، ولكن زعما ان شاء الله من بعد اللي بغى اللي كيجي صيام صعيب رمضان يحاول انه يبقى يصوم ايام متفرقه في السنه باش انه كيعود الجسم ديالو على الصيام، وحتى الجسم ديالنا كيستافد من الصيام. فهذه الطريقه كتكون يعني احسن من اننا نفكروا اننا نقللوا له الوجبات، لان المفروض ان الا غنفطروا خصنا نفطروا، خصنا نتغداو، خصنا نتعشاو، يعني بالمكونات بكل شيء ونعطيو الحاجيات للجسم ديالنا. يعني نصوموا على مدار السنه ايام صحه واجر. صحه واجر تماما. وما كيتعرضوش صحه واجر. تبغي تضيفي نقطة أخرى؟ نعم، غير بالنسبة للأطفال اللي غادي يبغيو يصوموا خاصهم تذكروا دائما أن الأطفال اللي بغاو يصوموا هما نفسيا ونهيئهم جسمانيا قبل رمضان، بحيث أننا نكونوا متاكدين انهم ما كيعانيو حتى من مشكل خصوصا فقر الدم، ان اوزانهم تكون صحيه، واننا نشرحوا لهم مثلا طريقه الصيام كيفاش دايره، واننا يعني ما يكونش هناك اجبار ديال يعني في الصيام ديال الاطفال، بس نكون كنمشيو معاهم شويه بشويه وكنخليهم تحت الملاحظه دائما. وبطبيعه الحال ممارسه الرياضه ما كنتمناوش تيجي رمضان عاد كنمارسوا الرياضه. صحيح. اللي غيمارس الرياضه في رمضان هما الناس اللي كيمارسوا الرياضه على طول السنه ماشي غير في رمضان. اللي تيقول غادي يبدا رمضان ومدى الرياضه هذا خطا. اللي غيبدا الرياضه خصو يكون الا ما نتيتيش في قبل رمضان زعما لا داعي انك تبداها في رمضان. واللي بغى انه يتحرك اللي بغى في رمضان يدير واحد الرياضه اللي هي خفيفه جدا، وين تقدر الخروج ديال رمضان عادي بدا يحاول يعمل رياضه جيده وصحيه. نعم، فاذا هي بعض الخطوات اللي تخصنا نتخذوها مع بدايه رمضان، تغذيه صحيه، تغذيه متوازنه، نشاط بدني، نحاولوا نقللوا من المنبهات، الناس اللي كيفطروا باتاي مشحر اولا بقهوه قاطعه كما تنقولوا قاصحه. ضروري ما نولفوا الجسم ديالنا على واحد النمط اخر اللي ان شاء الله تناخذوه في رمضان. بطبيعه الحال الناس اللي تيمارسوا الرياضه يبقوا محافظين على الرياضه، الناس اللي ما كيمارسوش الرياضه يبداوها في رمضان ولو واحد ربع ساعة ولا ثلث ساعة ديال المشي. شكرا جزيلا لك أسماء، أكيد غدا لنا لقاء معك باش نتكلموا على موضوع آخر كيخص الصحة. غدا غنتكلموا على وجبة السحور، سحور صحي من أجل طاقة أكثر، واللي كيشرب قهوة بالصحة والراحة.